félicitations. الاتفاقية اللي تم الإمضاء تاعها اللي هي بمبلغ تقريبا 4.2 مليار دينار جزائري، هو يعني كيف نجهز كل هذه الوحدات بتجهيزات عصرية لتنتج يعني على مستوى المؤسسة بي ام تي اللي هو إنتاج وطني أول وإنتاج وطني يعني تنجز من طرف يعني أيادي جزائرية ومصانع جزائريين يعني بالجودة اللي لاحظناها في كل هذه الآلات الفلاحية. هذه راح تعطي دفعة لكل هذه الوحدات الفلاحية للإنتاج لا سيما في البقول الجافة أو يعني في الأشجار المثمرة يعني كالأرغان أو حتى يعني في النباتات الزيتية ويعني البذور والقمح الصلب. La participation donc à cet événement très important pour nous vient de المشاركة في هذا الحدث هامة جدا بالنسبة لنا، جاءت لتظهر تجسيد المجهودات المبذولة من طرف القطاعين من أجل ترقية الفلاحة المكثفة التي ستكون العنصر المحرك للفلاحة الصناعية. Ceci vient rentre en droite ligne وهو الأمر الذي يتماشى مباشرة مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية والبرنامج الذي تم الشروع في تنفيذه منذ سنة أو سنتين، والمتعلق بتكثيف المنتوجات الفلاحية من أجل ضمان أمننا الغذائي.